انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي والذي يقام اليوم وغدا بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر بالقاهرة تحت عنوان إعلام رياضي محترف. يعقد منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية. تحت شعار إعلام رياضي محترف انطلقت فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإعلام الرياضي وذلك على مدار يومين بالقاهرة والذي يضم 4 جلسات وست ورش عمل. بنشكر الشركة المتحدة طبعا على اهتمامها دايما بتطوير كياناتها بتطوير الإعلام الرياضي المصري، وجود نخبة كبيرة جدا من أهم إعلاميين بريطانيا وأهم صحفيين بريطانيا يكونوا متواجدين هنا مع نجومنا احنا الكبار سواء في الصحافة أو في الإعلام. منتدى مهم، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نشوف العالم رايح لفين في أهم المواضيع، منها مثلا البودكاست دلوقتي هو الترند العالمي في الإعلام. دلوقتي في بانل مهمة جدا وفي ورش مهمة جدا عن البودكاست. ورأي العام للرياضة يعني قاعدته متسعة جدا أكتر من أي نشاط إنساني تاني. رأي الرياضي بيخاطب ملايين ملايين ملايين، غير الفن وغير السينما وغير الغنى وغير اللحن وغير وغير وغير. انت عندك قاعدة مذهلة لازم تعرف ازاي تخاطبها. انا اعتقد ان المنتدى هيدي يعني هيحط اساسيات لفكرة مخاطبة الرأي العام. المنتدى الذي يعقد بالشراكة بين الشركة المتحدة للرياضة ومنتدى مصر للإعلام وبالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم البريطانية يستهدف توفير فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي. النسخة الأولى النهاردة للمنتدى الرياضي أنا شايف إن دي نقطة مهمة جدا نبدأ بيها الفترة القادمة نحو العالمية. يمكن دايما الإعلام الرياضي، النقاد، الصحفيين عندنا خبرات كثيرة، يمكن في السابق احنا كنا بنتكلم عليهم، بنحاول نتعلم منهم. كمان الكوادر الشباب المتاحة حاليا لازم مؤتمر زي ده نستفيد منه بشكل إيجابي. هو المنتدى الرياضي اللي احنا فيه النهاردة مفيد لكل اللي بيشتغلوا في المهنة أصلا، الإعلاميين أو المؤثرين على السوشيال ميديا. لمعظم المتواجدين في الورش أو السيشنز الموجودة كلها ناس عندها تجارب في الدوري الإنجليزي ودوريات برا مصر وناس بيأخدوا المهنة برا مصر، فإحنا يمكن عندنا الوسط الرياضي فيه مشكلة اللونجير شوية في البرامج الطويلة، عندنا بعض الانتباهات بتأثر على الموضوع. إنما إحنا لما نقيس على معيار الدوري الإنجليزي والناس اللي بتشتغل باحترافية جامدة أعتقد ده هيفرق معانا إن إحنا ناخد من التجارب الأخرى في حياتنا. يعني المنتدى بيدي ورش علمية للشباب الإعلاميين وبرضو الممارسين وأصحاب الخبرات، وغير الورش العلمية في زي ما أنت شايف منتدى نادي كل الناس سواء أصحاب الخبرات أو الطلبة أو الصغيرين أو الكبار. هو شيء محترم جدا جدا أن يكون في حاجة معمولة بالجمال ده، فيها كل الناس، فيها كل وجهات النظر، فأكيد استعراض وجهات النظر وأنك تشوف كل حد وطريقة تفكيره عن قرب والناس اللي وجهات نظرها مختلفة عنك، أكيد ده بيضيف لكل بني آدم، بيخليك تتفتح لحتة تانية خالص غير اللي أنت متواجد فيها أو بتفكر فيها. يعني يعد المنتدى هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط الذي يناقش التحديات التي تواجه الإعلام الرياضي والسبل المهنية لمواجهة تلك التحديات بهدف تعزيز آليات وأدوات العمل الإعلامي الرياضي في مصر والشرق الأوسط.